بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء نكمل سويا المحاضرة حول سب كويري في SQL Oracle. في اللقاء الماضي تحدثنا عن كيفية استخدام السب كويري في السنجل فانكشنز. أما في هذه المحاضرة فسنتكلم عن سنجل رو فانكشنز. في هذه المحاضرة سنتكلم عن جروب فانكشنز في السب كويري. المقصود بالجروب فانكشنز إنه كيف أنا أستخدم عملية المقارنة من خلال ناتج دالة. بمعنى في المحاضرة الماضية قلنا لو أنا عايز أجيب مثلا ناتج أو اسم الموظف اللي مرتبه يساوي مرتب الموظف فلان، فهذه كانت سينجل رو، بتكلم عن شخص، بتكلم عن حاجة واحدة. لكن لو قلت أنا عايز اسم الموظف اللي مرتبه يساوي أقل مرتب في الموظفين، أقل مرتب في الموظفين هذه دالة مينيمم، فأنا بستخدم هنا بقارن مع دالة اسمها جروب فانكشنز، خدناها قبل هيك. أو أنا عايز أجيب اسم الموظف اللي مرتب يساوي مرتب أعلى مرتب في الموظفين، برضو هنا إيه دالة. طيب كيف الكلام هذا بعمله؟ زي ما هو شايف أنت حضرتك قدامك هنا select last name والجوب ID والسالري فروم امبلويز. الحكاية كلها بقت وين؟ بقت انه السب كويري بتكون تتكلم مع مين؟ تتكلم مع المينيمم او الماكسيمم او ما شابه. تعال نشوف هيك، هاي سيلكت اللاست نيم والسالري فروم امبلويز وير، هنا الكلام وير مين؟ وير السالري بده يكون بيساوي مثلا بيساوي مين؟ هاي السب كويري بيساوي سيلكت المينيمم للسالري، المينيمم للسالري فروم امبلويز وير، خلاص فروم امبلويز، وهي الجملة تبعتنا. يبقى قال لي هنا الموظف اللي مرتبه بيساوي أقل مرتب هو مين؟ هو أولسون. يبقى أنا كده جبت أقل مرتب في الموظفين، تمام؟ طيب لو عايز أنا مثلا ماكسيمم أو عايز مينيمم أو ما شابه نفس الحكاية. طيب افرض أنا عايز أقول أنا عايز أجيب مرتب عايز أجيب أقل مرتب موجود، تمام، يكون أكبر من مرتب فلان أو أصغر من مرتب فلان. يبقى في الحالة هاد أنا الشرط تبعي مرتبط بمين؟ يعني الطرف أحد الطرفين هو الكبي، هو المينيمم والماكسيمم والمجاب. في الحالة هاد هستخدم هافينج. خد بالك قبل شوي أنا بتكلم عن مين؟ بتكلم إنه السالري بيساوي أصغر مرتب، فاستخدمناها معادية في الوير. لكن هنا بقول لك أنا بحيث إنه أقل مرتب يكون أكبر من أصغر مرتب في كذا. يبقى الطرفين صار فيهم دالة، الطرفين صار فيهم جروب فانكشن. وخدنا قبل هيك إنه أنا الجروب فانكشن لما عايز أحطها في شرط ما بحطهاش مع الوير، بحطها مع مين؟ بحطها مع الهافينج. واضح؟ يبقى أنا هنا عايز أعرض مين؟ عايز أعرض رقم القسم وأقل مرتب في القسم واعملهم جروب باي ديبارتمنت اي دي، يعني اعرض كل قسم لوحده، كل قسم لوحده بشرط ما يعرضش كل الناس، لا يعرض بشرط انه المينيمم سالري هذا اللي حيعرض لي اياه لازم يكون اكبر من اكبر من مين؟ اكبر من اصغر مرتب، تمام، للموظفين. تعال نشوف هذا كيف احنا ممكن نعملها. هاي سيلكت انا عايز الديبارتمنت ID وعايز المينيمم للسالري from employees where، لا ما فيش where، بدي اعمل group by، تمام، بدي اعمل ايش؟ بدي اعمل group by عشان اقسمهم، احنا قلنا عايزين نقسم كل واحد لحال. group by مين؟ الديبارتمنت ID، تمام، group by الديبارتمنت اي دي.
بقول شوير بقول هافينج. ليش هافينج؟ لانه انا بتكلم قاعد عايز اشوف الشرط مع داله، الشرط مع فانكشن. بقول له وير انه المينيمم السالري اللي هجيبها هذه تكون مالها، تكون اكبر من، وهنا الصب كبير، اكبر من سيلكت المينيمم، لا السالري from employees where الامبلوي اي دي ماله بيساوي 50، او where الديبارتمنت اي دي. يعني انا عايز هنا اجيب اعرض المرتبات عندي اعرض المرتبات عندي تمام، بشرط انه يكون المرتبات اللي بدي اعرضهم المينيمم اقل مرتب بدي اعرضه لازم يكون اكبر من اقل مرتب في القسم رقم 50، تمام؟ اكبر من اقل مرتب في القسم رقم 50، هي ديبارتمنت تمام، ديبارتمنت اي دي يساوي 50. انا هنا ايش بقول؟ بقول له عرض لي لو سمحت كل قسم لوحده، ويعرض لي اقل مرتب في القسم بشرط انه يكون اقل مرتب هذا ماله اكبر من اصغر مرتب في القسم رقم 50. واضح المسألة؟ ممكن تجيك هيك في الامتحانات، اقول لك اعرض لي مثلا اسم القسم، او عفوا اعرض لي رقم القسم تمام، واعرض لي اقل مرتب في كل قسم بشرط ان يكون هذا المرتب اكبر من مرتب اصغر، اكبر من مرتب اصغر مرتب في مين؟ في القسم رقم 50. ففي الحالة هذه انا عايز اجيب مين؟ عايز اسأل سؤال، طب هو اصغر مرتب في القسم رقم 50 قديش؟ هذه جملة الوير، select minimum salary from employees where department ID بيساوي 50. خليك فاكر ومنتبه للمسألة هذه، هذا الموضوع للهافينج. طيب في عنا موضوع المالتيبل رو سب كويري، احنا خدنا سنجل رو سب كويري. المالتيبل رو سب كويري ايش هي؟ انه السب كويري ما ترجعليش واحد، ترجع لي اكثر من واحد. طب في الحالة هذه هتعامل مع مين فيهم؟ يعني سب كويري مثلا الشرط كان وير الجوب اي دي بيساوي اي تي بروج، طب وير الجوب اي دي بيساوي الجوب اي دي بيساوي اي تي بروج، هيطلع لي 10 موظفين 20 موظف، طب اخذ مين فيهم؟ قال لك هنا بتاخذ حاجه من شرط من شروط، ما فيش هنا يساوي اكبر واصغر، لا في ان ولا اني ولا اول. ان يعني ست، يعني بشرط انه يكون واحد منهم، اني اي واحد منهم، كومبير مع اي واحد منهم، اول لازم كلهم تمام. تعالوا نشوف الحكايه هذه كيف بتتم. هاخد انا السؤال اللي قدامك هذا، بدي اعمل سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم والسالري تمام، اللي قدامك هذا كده الكلام، بدي اخده انا للسرعه عشان الملف هيخلص وقته. سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم والجوب اي دي والسالري تمام، فروم جدول الموظفين تمام، فروم جدول الموظفين تاني معلش تمام، سيلكت كذا وير السالري اقل من، عشان نكمل مع بعض. يبقى انا هنا ايش عملت؟ سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم وكذا من جدول الموظفين، السالري اقل من، انتبه معايا، اقل من اني، اقل من اي واحد في السب كويري هذه تمام، اقل من اي واحد في السب كويري هذه، حطلع لي مشكله شبه اثنتين اصغر من تمام، اقل من اي واحد في هدول. واضح كده؟ لو عملنا كده هيطلع لي بس مشكله على هذه، هي هيك انا هاخدها هنا، اقل من اني تمام، وهي هيك عرض الموظفين. يبقى انا في الحاله هذه ايش عملت؟ قلت له يكون اقل من اي واحد من اللي قدامك عرض لي اياه، يعني لو طلعت السب كويري 5 و7 و10 اقل من اي واحد فيهم. واضح؟ في المقابل ممكن يقول لي اول اكبر منهم كلهم، يعني لو في 7 و8 و10 يكون اكبر من العشرة. ممكن يقول لي ان واحد منهم تمام، يكون واحد من هذولا. هيك بتكون احنا خلصنا السب كويري، المفهوم العام لها اعتقد انه واضح. يكون عندي سؤال، والسؤال عشان اجاوبه لازم اسال سؤال تاني. هيك بنكون خلصنا السب كويري. في المحاضره الجايه ان شاء الله هندخل في الداتا مانيبيوليشن لانجويج،
إلى ذلك الحين محمود رفيق الفرج، استودعكم في أمان الله.